عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين بفيديو جديد ويا رب يعجبكم، تحدي جديد ويا رب يعجبكم. احنا النهارده معانا طبق كبير من كيلو، كل واحد كيلو من ال اسمه ايه؟ بانيه من البانيه، طبق كبير عملاق كده من المكرونه، ويا رب ان شاء الله انا اللي اكسبه المره دي. وخليكم معانا تابعونا في التحدي. بقى بسم الله الرحمن الرحيم. وانا حتى بس عشان عشان المروح. طبق كبير. استنى، طب استناني. طب الطبق كبير، المكرونه كتير عن الطبق، عماله توقع من ناحيه شمال ويمين. قلب عليك اللي بالي. في مكرونة عندنا كتير. صلصة المكرونة انا عاملاها في فيديو قبل كده في القناة، هعمل لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو على طول في التعليقات، هثبت لكم تعليق بتاع الفيديو الصلصة وفيديو تتبيلة البانيه تحفة مش قادرة اقول لكم، برضه هسيبها لكم في هعملها لكم في التعليقات اللينك بتاع الفيديو. هتكلم في الفيديو ده عشان عايز اكسب. انا لو ما اتكلمتش هتكسبي؟ هو اصلا جعان، ربنا يستر. عمال يقول انا جعان جعان، شكله ولا يكسب. بحب المكرونه بتاعته متقلبه كده في الصلصه، بس انا ما بحبهاش متقلبه في الصلصه، انا بحب عليها الصلصه كده وانا اللي اقلب. هو بحبها متقلبه على النار. انت قلبت الضمير، حطيت الشطه حلوه. والله لو ما حطيت شطه حبه صغيره يقولوا هم دول حبه الشطه انت حطاهم، وتحط شطه زياده شويه، زودت الشطه دي كلها شطه. اقول لك ايه يا عم، ما بحبش المكرونه قوي. بحبش المكرونه. انت خلصت الطبق اصلا؟ عشان جعان بس. نوع غريب اول مره اشوفه المكرونه، اول مره اجيبها فعلا. لا بس هي القوقعه دي انا جبتها قبل كده، جبت القوقعه، لكن النوع دوت لا، اول مره اجيبه، جبتوش قبل كده يعني.
على قد ما اقدر اهو، قافل البوق وانا باكل. نص المكرونة على الفكرة بس انسحب امتى عشان مش هضرب التالت؟ مش هنسحب، انا بقى فيزو مش هنسحب، هو ينسحب هو. المدومة ده دول؟ طب والله العظيم بتوعي انا اكتر من بتوعي، انا بتحكي انا بحب الحتت التخينه، انا جايبه كيلو تخين وكيلو رفيع، فانا بحب التخين، جايبه له هو ايه الرفيع، فانا واخده التخين اصلا، انا هيشبع اكتر. وانت بتاكل مخلل بس؟ انا ما بلعش مش درك انسحب. اللي مش قادر ينسحب. انا ما ينفعش مرة هو اكتر منك. مين اللي اكتر؟ انا. انت اكتر مني؟ دي ربع حتة او خمس حتة. مش تلت حتة. خلاص نبدأ نفوت. طب عد كده عندك، واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة سبعة ثمانية عشرة، عشر حتت. أشوف بتاعنا بقى قد إيه. شوف بقى طب بص الحتة دي قد ايه؟ بصوا 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 الحتة عاملة ازاي؟ اهو كل الحتت عنده نفس الشكل اهو. بص انا الحتة عندي قد ايه؟ بصوا قد ايه ما شاء الله. انت هتسيب الثمانية دول بالعشرة دول؟ بصوا بصوا ناخد دول خلاص براحتك بقى. انسحب انسحب. ما تصيرش عن تقدر الواحد. اللي مش قادر ينسحب. الصبح مش هنصح. ما مش عارف بعد السنة دي.
هتعمل فعقة اهو. انسحب. قاعدين بقى الصبح. كل مرة بيفضل لحد ما انا اللي انسحب، انا مش همسح يا ابني، هتتعب انسحب متقل كده كده. الوزن ده ايوه اقل من وزن. بصي بقى اقل اكتر، انت مش مقتنع بقى. انا الحتت بتاعتي اصلا قد ايه؟ ايوه ما حضرتك كبيره عشان كده مش عدى عدد. لا عدد انا حاطه قد بعض. هو مش مقتنع بكده؟ طب براحته بقى، خلاص خليك قدام كل، انا مش همسح. وقعدت اكل عشان ما اخسرش ولحد ما ينسحب. فالعقاب بتاعها بسيط قوي، مع الاكل شويه صغيرين اللي اكلتهم تشرب لتر الميه ده. اشربي كده تحت ايدي. انا كنت ناوي والله اكسب واحلق له دقنه، بس لقيته حالي جاي وحالي ماشي.
وانا لسه واكله بطني مليانه فهيشربني هيشربني لتر ميه. طب ما انا هقفلها هتتدلق يعني. كده تبقى بجد مش قادره والله بطني مليانه. المفروض انا اللي كنت كسبانه. مش هسيبها لك تاني على فكره، ولو قال لي انسحبي وهو بقى يفضل ينن في الاكل هعمل زيه حتى عندنا للصبح. تقدري تكملي؟ خالص؟ خالص؟ انا كنت واثق برضه ان انت مش هتقدري تكملي، عشان كده جهزت لك مفاجاه حلوه قوي. المفاجأة دي سامع فيها ايه؟ بنعمل ايه؟ خدني على تاب مش عارف ايش. اوعدكم ان شاء الله التحدي الجاي انا اللي كسبان، ولعلمك هعمل فيك حاجات برضه مفاجأة زي ما انت عملت كده. يعني هو كان قايل لي اطلع اشربي رتل الميه، قلت له مش هقدر لسه واكله، قال لي ماليش دعوه اشربي كله. دلوقتي كان مخبي في جيبه بضايه. ماشي زي الفل. كده حبيب قلبي خلصنا التحدي والعقاب ان شاء الله. استنى في تحدي جديد وعقاب جديد. ماشي العقاب الجاي ان شاء الله هيشوف، وانا ان شاء الله المره الجايه مش هخسر.